ولتسليط الضوء على دعوات المنظمات الحقوقية والإنسانية لوقف معاناة النازحين العراقيين في المخيمات في ظل البرد القارس الذي يضرب البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا بك معنا أستاذ ضياء. أهلا، مرحبا بكم، تحياتي. أهلا بك أستاذ ضياء. يعني كما تعلم، أصدر عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية مناشدات للتحرك لإنقاذ أوضاع النازحين البائسة في المخيمات. بداية، برأيك لماذا تستمر هذه المعاناة للنازحين في هذه المخيمات؟ حقيقة ما يجري بالمخيمات والمناطق المحيطة بها والمناطق المنكبة المدمرة في العراق هي مسؤولية الحكومة العراقية، لأنه الأسباب إن تعددت هو سبب واحد، هو سرقة أموال الشعب العراقي إذا كانوا في المخيمات، وإذا كانت المعونات التي تصل إلى المخيمات عن طريق المنظمات العالمية والمنظمات اليونيسف وكل شيء يوصل للمنظمات من الخيم والبطانيات والعدد التي يمكن يستفاد من عندها المواطن في المخيمات، ولكن هذه المخيمات تسرق قبل وصولها إلى المخيمات. يعني حقيقة الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والجيش العراقي والشرطة العراقية يعني هي مشاركة بهذه العملية، ومن يسرق هم أصحاب السلطة المتنفذين في العراق، هم الأحزاب السياسية الموجودين في العراق، ونبهنا عنهم كذا مرة، لأنه هذه الأموال التي كسبت من أصحاب الأحزاب الموجودين في العراق هم من سرق هذه الأموال، أصبحت عندهم ملايين ومليارات من الدولارات، ويهدون هدايا، حتى طيارات يهدون لأزواجهم. يعني حقيقة هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه. الشعب العراقي يعلم جيدا أن المنظمات الإنسانية الموجودة في العالم قاعد تشرف على هذه العملية، ولكن العراق هو الذي يسرق، المسؤولين العراقيين هم الذي يسرقون من كل الأطراف، ليست من طرف واحد، يعني ليست جهة واحدة هي مسؤولة عن سرقة أموال العراق، أموال حتى ذول الناس المساكين اللي ما عندهم خيم. طيب، هناك إقرار من وزارة الهجرة الحالية بوجود تلكؤ في ملف النازحين، وأيضا هناك يعني توقع أو عدم استبعاد لبقائهم عام آخر، كيف تقرأ هذا التصريح؟ عزيزي، الإعمار المناطق المحررة، الاتحاد الأوروبي دفع 10 مليار دولار 10 مليار أورو لإعمار المناطق المنكوبة، أين ذهبت هذه الأموال؟ يعني هذا مبلغ كبير يا أخي، هذا ممكن يعمل المناطق مثل الجنة، ولكن تسرق من قبل الحاكمين في العراق إذا كانوا في البرلمان، وإذا كانوا سياسيين متنفذين من وزراء بكل أطرافهم. حقيقة لا أبرأ أحدا منهم على الإطلاق، لأنه السرقة تتم بعملية منظمة وتقسيمها بين هذه الأحزاب والسياسيين الموجودين، لأن هذا العملية يعني عملية الشعب العراقي لا حول ولا قوة إلا بالله، الميليشيات هي التي تسيطر، والميليشيات مسؤولة عنها الأحزاب والمرجعية، والمرجعية لحد الآن لا تحرك ساكن. المرجعية يعني حقيقة الشعب العراقي يناشد المرجعية، والمرجعية هي المستفادة الأول، والدولة مالتها هي المستفادة الثاني، قصدي إيران. طيب، يعني إيران هي المستفادة الثاني بعد المرجعية. أستاذ بناء ضياء، المدارس، بناء المستشفيات هي في إيران وليست في العراق. بناء على ما تحدثت به من وجود سرقات لأموال هؤلاء النازحين، هل يمكن البناء على ما تقوله على أن من مصلحة الحكومة المماطلة والتسويف في يعني حلحلة هذا الملف، لربما يكون يعني بابا للسرقات؟ بالتأكيد، هذا يعني الحكومة ممكن يعني بهذه الإمكانيات البسيطة ممكن أقلها المخيمات الموجودين ممكن إنقاذهم من البرد. يعني حقيقة الحكومة العراقية هذا في يوم من وضعها ممكن إنقاذهم، لأنه الإمكانية موجودة، الإمكانية موجودة بالجيش والأجهزة الأمنية أنه توفر لهم الأماكن السكنية البسيطة من الكربانات ولا آخر شيء، يعني ممكن توفيرها لهم بأبسط طريقة وبأسرع طريقة، ما تتعدى اليوم ولا اليومين.
إذا الحكومة العراقية ترغب، وإذا المرجعية اللي موجودة نايمة ولا قاعدة ما بعرف إيش قاعد يسوي، إذا تقول كلمتها، لأنه راح تحاسب أمام رب العالمين بهذه الوضعية الموجودة في المخيمات. يعني كيف يقابل وهو يقول أنا مرجعية؟ يعني حقيقة أنا ما أفهم شو هي مكان المرجعية إذا لم تساند المظلومين. أيضا يعني وزيرة الهجرة كان لها تصريحات بنيتها غلق هذه المخيمات، يعني كيف تربط هذه التصريحات مع ما يعانيه الآن النازحون في ظل هذا البرد القارس؟ السؤال وين يروحون اذا اجت غلقتهم السيده السيد في الوزيره؟ يعني كيف يعني هو كلام ولا هو فعل؟ المفروض قبلها يسبقها فعل، المفروض قبلها اعمار المناطق المنكوبه، اعمار المناطق المدمره، واللي هو دفعها العالم دفع بها ومن ضمنها، والعراق عنده امكانيه قويه. يعني لا يمكن العراق تقيسه في اي بلد اخر، العراق بلد نفطي، سعر البترول النفط بالوقت الحاضر هو 88 دولار. يعني حقيقة ممكن إبناء العراق من أموال العراق، ولكن أموال العراق تسرق من قبل السياسيين العراقيين. ويعني حقيقة يعني قاعد تلاحظوها كيف تتم السرقة، ناس ما عنده شيء يصير عنده مليارات. إذا كانوا سنة، وإذا كانوا شيعة، وإذا كانوا أكراد، هذه هي الحقيقة. أنا لا أريد أبرئ أحدا منهم على الإطلاق، بس المعاناة التي تعانيها الشعب العراقي الموجودين بالمخيمات لا يمكن أن واحد يغض النظر عنها. المنظمات الدولية من زمان نبهت عن هذا الموضوع، والحكومة العراقية لا تعمل شيء، والوزيرة تريد تغلق المخيمات. يا أختي، هل عملتي؟ هل بنيتي مدارس؟ هل بنيتي عمرتي البيوت الساكنين فيها؟ هل أعطيتهم مأوى حتى يسكنون فيه؟ كيف تغلقين المكان وأنت لا عندك الإمكانية الكافية بإعمار المناطق، أو عندك الإمكانية الكافية لا ترغبين، ولا حكومتك ترغب بإعمار المناطق المنكوبة؟ يعني يبدو أن الحكومة إن صح التعبير أمنت العقوبة، يعني أصبحت على راحتها بالنسبة للنازحين، ملف النازحين أصبحت يعني تأخذ راحتها فيه إن صح التعبير هنا. يعني ما هي، على ماذا تعول الحكومة؟ من الذي يساند هذه الحكومة؟ الذي يساند الحكومة كل الدول المستفادة من هذه الوضعية، وعلى رأسها إيران. إيران تريد يعني تريد تفرغ العراق من الناس. يعني هسه المواطنين البسطاء العاديين يقولوا اعطونا جواز سفر حتى نخرج من العراق. يعني الظاهر حتى جواز سفر ما يملك الشخص حتى يخرج. يعني هي تريد النازحين الموجودين بالوقت الحاضر يريدون يخلصون العراق، يعني يريدون ينهون العراق ويجيبون إيرانيين ويجيبون من المناطق التركية أيضا. يعني حقيقة تركيا محتلة كثير قرى باسم البي بي كا، محتلة قرى عراقية مسيطرة عليها تماما، نعم. والسكان نزل. إذا الأستاذ ضياء الشمري، كنت ضيفا عبر سكايب من فيينا، وأنت أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لك.